سيبك من المروحة وحل الدور اللي قلتلك عليه. حاضر. كل شوية حاضر حاضر. وانت حبيبي ايه لأخرك يا مدام؟ امك كانت تعبانة اصلا. امك ايه؟ امك ايه؟ وما عنديش حاجة اسمها امك، فاهم ولا مش فاهم؟ انا يا باشمهندس بقول لك ايه، مش انت اللي بتضحك عليا، انا متربي في امريكا. في امريكا انت كنت متأخر. تقول ايه؟ اشتغل يا رشاد. ايه حكايتك؟ مش تبطل رطراطة وتتكلم كلام وحش على اللي بياكلك لقمة العيش. يا انا يا سي سهل بتدعي لسانه وقلت حاجة عليك. انا اقدر، انا مبتلى، انا ظالم، انا باكل حقوق الناس. غلطة سي سهل سماح، مكنتش داريان بنفسي والله. اه طبعا مش داريان بنفسك، من منوع البراطيش اللي بتطفحه طول الليل والنهار. اخلع عاد. خلاص يا سي سهل سماح، النوبة والنبة بره. خدوا معنا. حرام عليك، انا صاحب عيال. ولما انت صاحب عيال ما بتقطعش لسانك ليه؟ حرمت خلاص، مش هيحصل تاني. خلاص يعني؟ خلاص بس مين اكلمه؟ طب تعالى قدامي يا لمبه، قدامي يا اخويا. لما تبقى تركب جلده لسانك يا شاطر ابقى تعالى طريق السلامه يا شطار. الحمد لله الحمد لله. يا صاحبي انا بعرضك. ايه مالك؟ ايه؟ مش عايز اقعد من الشغل. خلاص استاهل. انا بعرضك، ما تجيش اليوم ورجعك تاني. كلمه ايه انت عبيط؟ هلا اوعى عينك خالص. كده معتلة دي كده تسد النفس اهو، كده الحاجات اللي تفتح النفس. يا صباح القمر، ازيك يا مسيد؟ الله يسلمك يا استاذ عصام. تحكي لي بقى ايه اخبار الشغل؟ ماشي تمام. يعني في فلوس؟ الحمد لله. كم ايدك بقى على اتنين بقى؟ 2000 جنيه يا سي عصام، ده انت الاسبوع اللي فات. معلش بقى، مالكيش دعوه انا خدت ايه وما خدتش ايه. انا هنا زي زيك بالظبط، ده شريك وابن خالتي، زي ما له زي ما ليا. انا اطلب انت تديني، وبعدين اديلك على وصل. اكتر من كده سامحيني.
امرك يا استاذ عصام، اروح اجيب لك الفيش من المكتب التاني. عن اسمك اجي وراكي يعدلك على الطريق. لا اعرف السكه كويس. لا تكون الدنيا ضلمه ولا حاجه، احب الضلمه. في ايه؟ ازيك يا راجل النهارده مشغول؟ طب اهدى بس وروق كده وقول لي ايه الحكايه؟ حلوه كده يا بيه؟ طب يجي لي. ايه يا مش نعامها شويه؟ نعامها شويه؟ بس كده اهلا يا عصام، انت جيت امتى؟ جيت من شويه. اه خدت الفلوس طبعا. هم كلهم 2000 جنيه يا حكايه. 2000 جنيه؟ انت مش ملاحظ انك بتبعزق اليومين دول؟ لا طالما المكسب كتير تبقى البعزقه كتير. ايوه عصام بس يعني جربنا خالي. اتفضل الفلوس يا استاذ عصام. شكرا. يا ريت الوصل. امضي 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 انت بس امضي. السلام عليكم. اهلا اهلا يا حازم، انت مش شريك معانا ولا ايه؟ ما بتجيش ليه الوكالة؟ شريك طبعا، بس بركه فيكم، ما انتوا قايمين بالواجب. يلا يا مسعيد. عن اذنك. سلام 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 يا حسن. الواد ده عايز اخناعه من الشركه مش عارف. كل شيء في اوانه يا ابن خالي. ايه يا ابو علي؟ بتكلم معاك وكاني بتكلم مع روحي. بفكر في اللي قلتهولي يا ابو سينا، وده طبعا اللي مضايقني. متضايق علشان قلت لك ان زاهر وعصام بيتلعبوا في الدفاتر وبيتهربوا من الضرايب. ده مش كده وبس، ده غير ظلمهم الناس. يا ريتني ما قلت لك. من غير ما تقولي انا عارف. يا حسن انت صحيح شريكهم، بس مالكش دعوه باللي بيعملوه. انت يا حبيبي في سكه وهم في سكه تانية خالص. انا بينا بينا يا ابو سينا، بين ان افضل شريكهم في الغلط اللي هم بيعملوه وبين ان اخد نصيبي في ورث ابويا وابعد عن الناس دي. وتسيب المكان اللي ابوك الله يرحمه شارك فيه بعرقه وجهده. ما هو ده اللي حاسس في نفسي. حسينة. نعم. انت لازم تسيب الشغل. تسيب الشغل؟ اي ما احنا كده كده هنتجوز وهتسيب الشغل. ليك عليا يا سيدي، قبل ما نتجوز باسبوع اسيب الشغل. وليه ما تسيبوش دلوقتي؟ لان دي فرصه عشان بشوفك فيه، لكن لو قعدت في البيت انت عارف امي، مجيك البيت هيبقى بحساب وخروجي منه يا حسن هيبقى بألف حساب. خلاص هتفق مع زاهر اني اخد حقي وابعد. خلاص ما دام نويت تفض الشركه فك التكشيره الوحشه دي بقى. اقول لك يا بيبي، عاوزك توضب لي كده بس حلوه بالذات عن امبارح، وعايزك توضب لي القعده كده وتعمل لي نظام كده. انا فرحان النهارده. ايه اللي جابك يا مجنون؟ انا جاي اخد حقي. مالكش حق عندنا. ازاي؟ انا لقيت مكافاه نهايه كلمتي معاك. مكافاه ايه ونهايه كلمه ايه؟ ده احنا المفروض ناخد منك انت مكافاه علشان بدون مقبضك. بلاش تخليف يا راجل. عايز مني حاجه زي؟ لا ماشي. يلا قلت ايه يا استاذ زاهر؟ قلت اللي سمعته دلوقتي من عصام. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اخبط راسك في الحيط. هيا ليه كده؟ اكس عينيك اكس. بقول لك ايه؟ اوعى تطول لسانك حزان. تحزاني؟ ايوه حزانك وحزانك. انت دلوقتي يا زاهر بلعك. على اخر الزمن مجبولي كمان. مجبولي جاي ياخد حقه. بقول لك ايه؟ شفت مجبولي عمل ايه؟ ايه يا حسن؟ ايه يا ابني؟ انت النهارده مش عاجبني ابدا. في حاجة مضايقاك ومضايقاك قوي كمان. ايه حسن؟ مفيش حاجة يا أمي. أنا خلاص نويت أفض الشركة اللي بيني وبين الناس دي وآخد نصيبي على نصيبك وأعمل مشروع تاني. اللي تشوفه يا ابني. اعمل اللي يعجبك. أنا هفتح نادي، صالة تدريب يعني. هجيب لها أحدث الأجهزة الرياضية. هو ده بقى يا أمي المشروع اللي بحلم بيه. وماله يا ابني؟ لكن قول يا حسن، ليه عايز تفض الشركة اللي بينك وبين زاهر وابن خاله؟ هقولك يا أم، هقولك.
انا نفسي اعرف انت بتجيب كل ده منين. ده انا بدوخ في الاكزاخرات علشان خاطر يدوني شريط واحد، واللي بيديني مره ما بيرضاش يديني مره تانيه. اصلك انت بتروحي اكزاخرات صحابها عندهم ضمير، واللي انت بتجيب من عندهم ما عندهمش ضمير. احسن ان شاء الله كلهم يبقوا ما عندهمش ضمير عشان الواحد ما يتعبش. ازيك يا خالتي؟ انا كنت في الكليه لغايه الساعه 12 بالليل. ايوه يا خالتي، اصل الكليه دلوقتي بتفتح لغايه بعد 12، بس انا بقى اللي جيت بدري شويه. ايه ايه يا حنان، انت بتستغفليني ولا ايه؟ انا يا خالتي انا هستغفلك ليه بس؟ اصل بقى الامتحانات قربت، فاحنا بنقعد في الكليه عشان نذاكر شويه. على العموم اختك اتكلمت من دبي في التليفون. اختي اختك الدكتورة. اختي هدى سلميه عليها. ايه اقفي هنا كلميني. الله، ومال عينيكي زايغه كده ولساني بيلقي كده ليه؟ بقول لك اختك اتكلمت من دبي، قولي لي سلمي لي عليها. خلاص ما تسلميش ما تسلميش عليها. ايه ده، خدي هنا كلميني. خد يا بنت مالك كلميني. ايه يا حنان، انت كويسه؟ لا ده انت شكلك كده عيان. لا يا خالتي انا مش عيانه في الكليه، يعني دماغي مليانه بقى من كتر شرح الدكاتره والاساتذه، بس بقى خير بقى عشان انا عايزه ايه. لا لا، دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. وهي فعلا حلو؟ طبعا السويره تجنن، ده انا نقيتها من 100 سويره. انت هتروح للمحل على طول، هتلاقي الراجل مستنيكي ويوهلك، هتعجبك قوي قوي قوي. وعامل حسابك؟ اه مال عامل حسابي تمشي دلوقتي. طيب يلا باي باي. حلو يا زاد، شكلك كده المره دي بيقول انك داخل على جواز. جواز ايه يا عصام؟ انا خلاص مش بتاع جواز، ما تنهاش تاني، انتهى. يا عيني، يعني انتوا الاتنين كده بتضحكوا على بعض. بتحبني عشان الفلوس اللي بديها لها، امال فكره الحمار. لكن انا بطنش بقى، هي بتضحك عليا عشان الفلوس وانا بضحك عليها بالفلوس. شفت؟ يا خبر، كويس اني فكرتك. بقول لك ايه، انا خلاص خلصت شغلي وهستناك في نفس المكان، اوعى تتاخر عشان المحل بتقفل. مع السلامه. على فين يا حسين؟ رايحه قبل حسن، في شويه طلبات لزوم الفرح عقبالك. حياتي اقول لك ايه، ما تتاخريش بكره الصبح بقى. ها سلمي لي على حسن. يا وسام. حسن ده ايه؟ خلاص انا جبت لك كل اللي انت عايزاه، في حاجه تانية؟ يا سلام يا حسن، قد ايه الدنيا حلوه وجميله وانا معاك، بتمنى من ربنا اني اسعدك. عارفه يا وسام، انا بتمنى من ربنا اني اقدرني واسعدك طول عمري. حسن. نعم. انت نويت تعمل ايه بعد ما تفوت الشركه مع زاهر؟ هاخد لك شقه في احلى منطقه في البلد. عشان تتجوز فيها؟ لا،
عشان نعملها خلال التدريب. يبقى جوازنا هيتأجل. ليه يتأجل؟ احنا هنتجوز عند امي ولما المشروع اشتغل ويجيب فلوس نبقى نعمل كل اللي احنا عايزينه. ولا ليك رأي تاني؟ رأيي هو رأيك يا حسن واللي انت عايزه يا حبيبي اعمله. المهم ان احنا اتنين نبقى مع بعض. ما عشان كده بحبك وبموت فيك حسن. الناس ناخد فلوكة؟ لا ما انا خلاص انا ما بقتش قادره استحمل اللي انت فيه دوت. وايه بس يا خالتي؟ وايه بس اللي انا فيه ده؟ مش عارفه في ايه. امي معايا. امي بصي لشكلك في المرايه. بصي لشكلك. ده غير لسانك اللي بيلق على طول. يا خالتي بقى انا عندي مذاكره بقى وانا بذاكر وبرتب روحي لازم اقطع روحي في المذاكره عشان انجح. اسمعي يا حنان يا بنتي، انا عايشة معاكي هنا علشان اكون امينة عليكي في غياب اختك هدى. هدى اللي سايباكي امانة في رقبتي. هدى اللي متغربة علشان تربيكي وتعيشك احسن عيشة. يو يا خالتي تاني لنفس الاسطوانة دي تاني. عارفة انا عارفة كل حاجة، عارفة ان اختي هدى هي اللي ربتني وهي اللي علمتني وعملت لي ام واب بعد ما ماتوا وتغربت علشان تعيشني في احسن مستوى. ها يا خالتي تاني كل شويه بقى تقولي نفس الاسطوانه تاني. انا عارفه يا حبيبتي انا بقوله لك عشان افكرك بيه. يو يا خالتي نقول كمان نقول تاني، اختي هنا هي اللي علمتني هي اللي ربتني وسافرت وتغربت عشان تعيشني في احسن مستوى. تاني يا خالتي اسمعهولك تاني يا خالتي، اختي هنا هي اللي ربتني. يا ابو علي انت ناوي ايه؟ خد الشركه وتسيبنا ولا ايه؟ ايوه هو كل واحد يروح لحاله. يا اخي والله انا فاكرك بتقول اي كلام هترجع فيه يعني. ما انت عارف يا زاهر ان انا عمري ما قلت كلمه ورجعت فيها. خلاص يا ابو علي اذا كانت الحكايه كده اكلم المحاسب يشوف حساباتك ويعرف اللي لك واللي عليك ونقعد نتحاسب بالورقه والقلم. تصدق بالله انا زعلان قوي عشان حتفتوني كلكم لوحدي. كل شيء نصيب. فعلا كل شيء نصيب. ايه بقولك ايه؟ انا بعد الظهر في النادي بتمرن، اول ما تخلص شغلك تتصل بيا عشان اوصلك. من عينيا. امال هي فين؟ كنا متفقين انها تتصل بيها في النادي عشان اوصلها وما حصلش. رجعت تعبانه من دخلت نامت. نامت؟ طيب ماشي. بقول لها ان انا عديت عليها. حاضر يلا. صباح الخير. كنت بقى يلا.
انت الليله مش عجباني ابدا يا حنان. متضايق شويه. تحبي تخرجي؟ يا ريت. ديسكو؟ يلا بينا. مين؟ هدى. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا هدى؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ انت الوحشه يا سينا. تعالي عنك عنك يا خالتي. حسيني ازيك يا حبيبتي؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. وازاي صحتك؟ الحمد لله. قلقتيني على حنان. ايه اللي كنت عايزه تقولي لي في التليفون وما قدرتيش تقوله لي؟ بصراحه يا هدى انا مش عارفه اقول لك ايه. ارجوك يا خالتي قولي لي ايه اللي حصل. تصرفات اختك بقت غريبه كده. ابص الاقيها كل يوم تيجي لي الساعه 12 بالليل. اسالها كنت فين تقول لي في الكليه. في كليه بتسهر لغايه الساعه 12 بالليل. وبعدين بقت بتعمل حاجات غريبه. بص الاقي عينيها مش عارفه مش طبيعيه. لسانها تقيل. الله. وبعدين انا برضو بتفرج على التلفزيون عشان كده خفت وكلمتك بالتليفون. يعني كنت مكلضمه في البيت وضربت بوز كمان في الديسكو. ممكن دلوقتي اعرف ايه المشكله؟ اختي الدكتوره. ايوه. مالها؟ هتوصل بكرة من السفر. يا ستي ألف حمد لله على سلامتها مقدما. أنا مش شايف إن في مشكلة يعني. أصل خالتي هي اللي بعتت جابتها. قالت لها إن تصرفاتي مش عاجباها. يا سلام. وأنت بتعملي حاجة غلط ولا إيه؟ ده أنت آخر تربية. وآخر أدب. وآخر هندسة وفن. سيبك منهم بس. سيبك منهم. استحموا عم شيل الجلس من عليكم. غضبك يا زينب. هبوس ايدك. هبوس رجلك. استر عليا ما تبقاش. انا خلاص بعدت عن حسن. بحرم منه. مش قادر احط عليه في عينيه بعد اللي حصل. خلاص خلاص. خلاص يا ابو سيد. هحل لك مشكلتك. انا برضه راجل عندي ضمير ومتربي في امريكا. يعني هتتجوزني يا زينب؟ بقول لك يا حسينة روح انت خلصي شغلك وبعدين نبقى نتفاهم. الله الله الله. ايه اللون بالظبط يا زهر؟ لا مفيش لون ولا حاجه. تعصيب عليا ولا ايه؟ ده انا سامحها وهي بتقول لك هتتجوزني يا زهر. بقول لك ايه يا ابن زهر؟ السر كبير بس تقول لي على اتم الواد حسن ولا لا؟ حسينة انت ايه حكايتك يا حسينة؟ اجي لك هنا تتهربي مني بحجه الشغل. توعديني بره وما تجيش. اروح لك البيت يا اما الاقيكي نايمه يا مش موجوده. اتكلمي قولي لي في ايه؟ انت ايه؟
اتجنني. انا شايفه ان احنا نسيب بعض احسن. نسيب بعض ليه؟ عشان ايه؟ انا حصل بينا حاجه؟ في حد تاني؟ وزينة اتفضل يا استاذ. ايه الشباب ده كله يا ابو علي؟ المحاسب جه وعمل اللازم؟ طبعا جازين قوي، كل حاجه بالمليم. نقعد مع بعض واحد واحد يساوي اتنين، يبقى نخلص وكل واحد من طريق. ماشي، بس انت جاهز؟ طبعا جاهز. جاهز تدفع 200,000 جنيه؟ نعم يا حبيبي. 200,000 جنيه ايه اللي هدفعه؟ المحاسب بقى اللي عمل الحسابات اكتشف ان ابوك الله يرحمه كان مديون لابويا الله يرحمه برضه بالمبلغ ده. ابويا انا كان مديون لابوك انت ب200,000 جنيه؟ طب ازاي؟ لا ازاي دي بقى انا معرفهاش، ده شغل محامين، شغل محاسبين. امال في مستندات، في اوراق، في اختام تثبت وتطلع عند اللزوم. دي اذا حبيت سعادتك يا ابو علي ترفع قضيه. قضيه ايه بس؟ الله. طب ما حاسس عارف ان القضايا حبالها طويله وبتاخد سنين وسنين يا زاهر. وبعدين احنا ضامنين حقنا، ضامنينه لان كل مستنداتنا معانا. انا بقول بدل ما حسن يروح يجيب 200,000 جنيه من اللحم الحي ويدفعهم، بقول يعني كاقتراح انه نصيبه في الوكاله يدخل تخليص حق وننتهي حلوين. تخليص حق ايه وباب ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. مالكش حاجه عندنا، ده يبقى نصب واحتيال، وانتوا عارفين كده كويس. كل في الورق يا صاحبي. ده ايه ده؟ نشرب من دماغه. عصبي قوي يا حسن. شلو نفسك. اول ما ارجع من اسكندريه هتصرف مع اختي. انت هتسافر؟ شغل. هتسافر امتى؟ هسافر بكره. طب هتقعد قد ايه؟ ايه الاسئله دي كلها؟ اقعد اسبوع اتنين حسب ظروف الشغل. كتير كتير يا حبيبتي. ادي بوسه. افتكرت ليكي عندي هديه هتعجبك قوي. اصل انا لو ما جبتش هديه لحبيبتي هجيبها لمين؟ لا ست تموين هيكفيك المده دي كلها. قولي لي يا حنان، انت يعني عايز اقول يعني جبت سيره لاختك عني؟ انا ما قدرتش يا عصام، ما قدرتش اقول لها. يعني اختك ما تعرفش حاجه عني؟ خلاص اول ما ارجع من اسكندريه هكلمها وافهمها كل حاجه. طبعا كان بودي اتعرف عليها واشوفها، لكن سفري المفاجئ لخبط لي كل حاجه. حنان مالك يا حبيبتي؟ في ايه بس؟ مش عارفة يا حسن، مش عارفة، حاسة ان احنا اتسرعنا شوية. هتبقى غلطة كبيرة قوي على هدى لما تعرف اننا ايه؟ اننا اتجوزنا؟ احنا كنا عملنا حاجة غلط يا حبيبتي. انت دلوقتي مراتي، عارفة يعني ايه مراتي حنان؟ ارجوك يا حسن مش وقته. تقدري تقولي لي الورقة دي معناها ايه؟ جواز وفي بتاعتك؟ في واحدة متعلمة وبنت ناس تتجوز من ورا أهلها وعرف يا حنان. ما كنتيش موجودة عشان أخد رأيك. عرفي اللي حصل، هو بيحبني وأنا بحبه وكان لازم نتجوز. أكبر غلطة في حياتي وما فكرت إني أسافر وأسيبك. قولي لي يا حنان، مين هو؟ مين هو؟ قولي لي يا حنان. 500 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
اهلا وسهلا. هدى شكرا. هدى شكري. اخت حنان. اتفضلي اتفضلي. حنان مين اللي مرات عصام. عصام؟ عصام متجوز؟ متجوز انت ان شاء الله. هو حضرتك كمان ما تعرفش؟ والله يا فندم في الحقيقه ساعتك فاجئتيني يعني. واساسا عصام مش موجود. ساعتك كنت اسمك ايه؟ هدى. 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 ايوه. تسمحي لي ساعتك المرسى يعني اقول حاجه يعني تعبير كده ممكن يكون محرج شويه. انت متاكده ساعتك ان اختك فعلا متجوزه عصام؟ طبعا. ورقة جواز عمر وده اللي جابني. الجوازه دي لازم تبقى رسمي. ايوه في الحقيقه انا مش عارف اقول لساعتك ايه يعني. مش يجوز يعني تكون الورقه دي مزوره؟ اصل الخط ده مش خط عصام اخويا. بس اللي تحت امضته وبخط ايده والشهود الاتنين بيشتغلوا عندكم سيد وبسيون. هو ساعتك كنت معاهم؟ لا انا كنت مسافره ومعرضتش الموضوع غير امبارح. على العموم يعني سعادتك انا يعني ماليش في الحكايه دي خالص. دي حكايه عصام نفسه يعني. انا ما احبش اتدخل في شؤون حد. انا متربي في امريكا حقيقي. وبعدين يعني عصام اصله هيرجع من السفر بعد 3 ايام وان شاء الله اول ما يوصل اخليه يتصل بيكم. اظن هو اعطيكم نمره التليفون وانتم اعطيله نمره تليفونكم طبعا. مش كده ولا ايه؟ متهيألي. اذا كان كده بقى ان شاء الله الموضوع هيتحل بطريقه ترضي الكل. ده برضه اللي انا اتمناه. على اسمك. مع السلامه. مع السلامه يا هدى. وانا يا زاهر. ايه انت ايه؟ مالك يا عساوه؟ عايزه ايه كلمه؟ اسمعي اوعي تشتغليني، انا ما احبش حد يعمل لي قلق. فاهمه ولا مش فاهمه؟ عايزه ايه؟ عايزين نتكلم انا وانت. بالليل. لما العمال كلها تمشي نبقى نتكلم بالليل. انا عملت الحكايه دي كتير في امريكا. حسن رد عليا. حسن ده رايح في دنيا غير الدنيا. هيفضل على كده يا رب كتير. حسن حسن اختها الكبيره بطلك يا عم. روح يا عم انت بتسال في ايه؟ والمهم بتاعك المهم اول مره في حياتي اعرف انك قابل الدرجات. الله ايه اللي يخليك تدبس التدبيسه دي؟ تعمل العمله دي ازاي؟ الله انت بتقول انا مثقف، بتقول انا بتعلم ابن مدارس، فتك افهمها وهي طايره. جرايه يا زاهر كنت بتسلى بيها زي ما كنت بتسلى مع اي واحده قبليها. سلى تقوم تكتب على نفسك في ورقه انها مراتك. وقتها كنت مضطر، كان نفسي اطلع باي شكل بس ولا يهمك. عملت حسابي اخد منها الورقه بعديها باي طريقه ممكنه. وعلى كل حال ورقه العرفي ما تديش الزوجة اي حقوق. ده اللي انا عرفته. واللي انا عرفته بقى بصفتي عشت في امريكا ان ممكن يرفعوا عليك قضيه ويبقى العرف رسمي يا فتك. جرايه يا زاهر ما دي كمان ليها مليون طريقه للهروب من هنا وانت سيد عارفين. ايوه بس الورقه اللي معاهم تثبت انها مراتك. ده لو كنت انا معترف بيها من اصله. يسلم رسين يا فتك. ارسيك يا اخويا. اولا الخط مش خط، وثانيا الامضه مش امضتي، والشهود رجالتي، ولو طلب منهم شهادتهم هينكروا. ايه رايك بقى؟ تليفون يا استاذ عصام. إيه؟ حنان. طيب شكرا لك. ادبح خلص استعبط ما تعرفهاش. الو كده برضو ترجع من السفر وما تتصلش بيا؟ لا الظاهر ان حضرتك غلطانه. انا حنان يا عصام. واضح ان زيادتك غلطانه عشان قلت لك ما اعرفش حد بالاسم ده. نذبح. الله ده انت رخم قوي بقى. ايه الحكايه؟ ذبحنا 10 على 10. حلوه قوي الرخامه اللي انت عملتها معايا دي. بقول لك ايه؟ اوعى تخليها تقابلك او تشوفها او تكلمها في تليفون او حد يشوفكم انتوا الاثنين مع بعض. هيدبسوك فيها. بالتجربه بقى اهرب. ابعد بعيد، مكان بعيد والدواء فيه عشان يسوق. الله الله الله، وليه ده كله؟ لأن هي وأختها مش هيسكتوا. نقول الكبيرة
عارفه ان انت مسافر بقالك يومين، لكن الصغيره سمعت صوتك وعرفت انك جيت. وايه يا هيتنططولنا كل ساعه والتانيه ويقرفونا بقى؟ محدش له حاجه عندي، وبعد زي ما قلت لك قبل كده انا لا شفتها ولا عمري اعرفها، وبعدين ورقه العرف اللي معاهم دي يبلوها ويشربوا ميتها. اهو ده اللي كنت عامله حسابه، اهو اكتر نفسه منك وقعدت تقول ايه ده جوزي وبيحبني وبحبه وانا مش صغيره وانا حره. بس ايه يا عيني ايه متشكرين يا بنتي، يتردلك في الافراح باذن الله يا ماما. الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. الله يسلمك يا ماما. امال بوسينه فين؟ بوسينه منها لله، هي بتيجي البيت تسال عليا حتى؟ بقول لك ايه، انا سمعت من الدكتور ان في ضابط هيجي ياخد منك كلمتين. بخصوص ايه؟ بخصوص اللي انت فيه. منهم لله، ربنا ينتقم منهم، اشوف فيهم يوم اسود من شعر راسهم ان شاء الله. انا تعبان ومش عايز اقابل حد. ازاي يعني مش هتبلغ على زاهر اللي عملوا فيك هو والصيع بتوعه؟ لا لا. ازاي؟ لان اللي انا فيه ده ياما بسبب وقع من على السلم وانا في النادي. يا ابني لكن يا حبيبي. خلاص ياما، الطار اللي بيني وبين زاهر وحقي لازم ارجعه بايدي. من يا دكتورة هدى؟ خير ان شاء الله. ربنا يخليك. اهلا اهلا هدى جالس. اهلا 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 وسهلا. اهلا، ازيك يا كبير؟ اهلا بيك. بلغني ان عصام وصل. فعلا وصل. وما اتصلش؟ والله في الحقيقه انا وصيت ان اتصل، انما اتضح انه المدمزيل اخت سعادتك، قصدي المدام اخت سعادتك، ما عرفتوش. لا دي اختي اتصلت بيه وهو انكر نفسه منه. لا 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 بس ما تعملش كده، ممكن يفتكر انها واحده يعني من ايام، واخد بالك من ايام، وهو لو كان تاكد ان هي الست اختك المصونه بنت العيله الكبيره كان على طول رد علينا. عموما اذا افتكرها واحده من اياهم او ما معهمش التليفون فانا مصدقاه، عشان كده جايه اقابله. هو مش موجود؟ لا للاسف مش موجود. اتفضل نمره التليفون وارجوك اول ما تشوفه خليه يتصل بيا ضروري وبسرعه. تحت امرك يا هاني. عن اذنك. مع السلامه يا ابو هاني. وتقولي لي الكلام ده؟ لاني ضحيه زي اختك. ضحيه؟ مش انت اللي قلتي لي انك هتتجوزي زاهر وانك سبتي خطيبك عشان؟ انا كل اللي يهمني حاجه واحده، لازم تشوفي حل علشان اختك. زاهر بقى اللي بعدك عشان تيجي تقولي لي الكلام ده؟ صدقيني لا، انا سمعت كل حاجه وعرفت نيتهم. دول ناس ما عندهمش لا قلب ولا ضمير. ولما هما ما عندهمش قلب ولا ضمير، ايه اللي مقعدك عندهم؟
وايه اللي خلاكي تسيبي خطيبك وتختاري زاهر؟ مش بخاطري غصب عني. عايزاكي تفهمي حاجة واحدة بس، ما تخليهمش يلعبوا بيكي. أرجوك يا هدى، أرجوك يا هدى، لو بتحبيني صحيح اديني عصا أم. أنا عايز عصا أم، هو اللي كان بيديني أنت ولا مين يعني؟ كمان كمان هو اللي عمل فيكي كده؟ هو اللي كان بيديكي السن بإيديه؟ هو اللي خلى شكلك بالشكل ده؟ أرجوك يا هدى، أرجوك يا هدى، أنا العمالة. ممكن استعمل التليفون؟ الو، ايوه يا زاهر، انا الدكتوره هدى. ارجوك ارجوك، انا عايزه عصام، عايزاه حالا. لا بقول لك ايه يا دكتوره، ما تشغلنيش، انت هتشتغلينا ولا ايه؟ مش كل ساعه والتانيه بقى تتنططي. لا مش عايزين الحركات دي، وبعدين حولالك على براطة، انت واختك مالكمش حاجة عندنا. يعني ايه؟ يعني يعني كفاية برود بقى. الله، ايه الغتاتة دي؟ انت لازقة زي الجرافة؟ انسي النمرة اللي معاكي خالص، مع السلامة. الحمد لله على سلامتك يا حسن. الله يسلمك. دي الدكتورة هدى يا ابني، جاية تطمن عليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك، انا شفت التقرير الطبي بتاعك وطمنت عليك، ولولا يعني بسم الله ما شاء الله صحتك كويسة ما كنتش هتنفع خالص. الحمد لله يا بنتي، ده كرم من عند ربنا. انا عرفت انك مش عايز تبلغ عن زهر وتقول الحقيقة، بالرغم يعني انه عايز ياكل حقك. عرفتي؟ عرفت منين؟ من بوسينة. بوسينة، من فضلك ما تجيبليش سيرتها. انا عارفه انك واخد على خاطرك منها، وان حبك الكبير ده تحول لكره، بس انا حاسه انها معذوره وان في ضغط عليها. ده هتتجوز زاهر يا بنتي، بدل ما تقف جنب حسن واقفه جنب عدوه. انا عارفه، بس في سر ورا الحكايه دي، بس للاسف ما قالتليش عليه. السر هو الفلوس، اما حست ان زاهر هو الاقوى وانه يقدر ياكل حقي سابتني وراحت له، راحت للاضمن، للي عنده فلوس جاهزه، وده يبقى زاهر. لا لا لا، بلاش انفعال يا حسن، الانفعال ده مش كويس لصحتك. انا اسف، اسف يا حسن اذا كنت ضايقتك بكلامي ده. انا همشي دلوقتي، بس حاجه ازورك تاني، انا حاسه ان احنا نبقى اصحاب. انا اسمكو. مع السلامه يا بنتي. لو سمحت يا دكتورة. هدى، اسمي هدى. انا عايز اسألك سؤال، انت عرفتي بوسينة ازاي وفين وامتى؟ لما اجي ازورك المرة الجاية ان شاء الله والاقي صحتك احسن من كده ابقى اقولك. انا عارفة انك انت هتخرج بعد يومين، واذا ما جتلكش هنا هجيلك البيت، انا خدت العنوان من والدتك. عن اذنكم. أنا مش قادر أتصور إن في ناس قلوبهم مليانة شر وحقد بالشكل ده. عصام وزاهر من عجينة واحدة. عصام وزاهر في زيهم ملايين، عاملين زي العقارب والتعابين، كل اللي جواهم سم، وكل ما يزيد سمهم يدوروا على ضحايا جديدة عشان يفرغوه فيها. منهم لله، منهم لله. ربنا يشفي لك أختك يا بنتي. يوه، ما تاخدينيش يا دكتوره، كلامك خدني وما قدمتلكيش حاجه. ما تتعبيش نفسك يا حاج. لا يا اختي، تعبك راحه. ايه بتفكر فيا يا حسن؟ بفكر في الاندال. انا كمان بفكر فيهم، واحنا الاتنين هدفنا واحد ولازم ننتقم منه، بس كل واحد بطريقته. هيدفعوا الثمن غالي، ثمن ضياع اختي وحقك اللي عايزين ياكلوه، وخطيبتك اللي اتاخدت منك.
13 دكتور. هخلص عليهم وبعدين ندخل على الشاسيهات لانها صفحه حلوه. ده كلام سليم. طب يا انا ماشي دلوقتي ولو عايزني انت عارف انا فين. ماشي. مع السلامه. السلام عليكم. من عندي 5 ومن عندي 5. لا انا لو كان ليا جنيه عايز جنيه واحد بس لاني ما باخدش غير حقي. حقك هتاخده ده مضمون. ده عندي ده راجل متربي في امريكا الساعه كل حقك يا راجل. وبعدين هفرق شربات. لا ملوش لزوم اشربه من فرحكم. بقول لك يا زاهر يومين ويرجع لي حقي. هما يومين. سلام. يومين هما يومين. هي علقة تانية ليك واخلص. اي خدمة يا فندم؟ مش عارفة العربية باظت مرة واحدة. طب تسمحي لي اشوفها؟ هو حضرتك تفهم من الميكانيكا؟ انا بفهم في كل حاجة بعد اذنك. لا لا الموتور في حاجة. طب والعمل؟ العربية عايزة ميكانيكي. بس انا كده هتأخر قوي. ايه معاد مهم؟ يعني بسيط هوصلك. طب عربيتي؟ سيبيها عليا اجيب لها ميكانيكي واجيبها لغاية عندك. ميرسي قوي يا استاذ. عسى وحضرتك جميل. اسم جميل بشكل. ميرسي قوي. اتفضلي بتاعي. وبعدين يا بنتي انا فايتك كتير. يعني ايه يا زين؟ مش هتتجوزني؟ ايه انا مش بتاع جواز يا بنتي. وبعدين انا بديكي حريتك. عايزه ترجعي لحسن ارجعي له. ارجع له؟ ارجع له ازاي وبقالي وش بعد اللي حصل ده؟ انا هربت منه وبعدت عنه بعد ما فضحتني وسببت لي العار. عار ايه وفضيحه ايه؟ هو فيلم هند يا ابو سينا. الحكايه بسيطه قوي. هو الشرف رخيص عندك بالدرجه دي؟ ده انا اهون عليا الموت ولا اني اغش حسن وهين شرفه. انا قلت لك الحل. انت مش عايزه الحل انك تتجوزني يا زاهر. انت بارده. انت ما عندكيش كرامه. انت خلاص عاوزه تكلمش فيا. ما هو لازم تتجوزني بالعافيه. ايوه بالعافيه. انا مش عايزه زاهر. انا حامل يا زاهر. حامل؟
ولو ما اتجوزتنيش هعمل لك فضيحه، هبلغ البوليس واسجنك. لا 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 لا، لا بوليس ولا بهدله ولا فضايح، ما دام الحكايه فيها حمل انا موافق هتجوزك، بس على شرط. ايه هو؟ تنزلي اللي بطنك. ايه؟ ما هو مش معقول، مش معقول اتجوزك من هنا واقعد خمس ست اشهر بس وتنزلي اللي بطنك، تبقى فضيحه بحق وحقيق. قلت ايه؟ نمين، ايه اللي انت عملتيه فيا ده؟ حاسس اني اعرفك من زمان، زي ما تكون بقالنا سنين وسنين ويا بعض. عينيك بتقول انك انت قلت الكلام ده كتير قبل كده. جايز اكون قلت فعلا، بس دي اول مره اقولها من قلبي. بحبك يا نمين وهتجنن عليك، بس انت كمان بتحبيني. انا مش بكاشه زيك عشان اقول ان انا بحبك. طب اللي انا اعرفه بقى ومتاكد منه ان القدر جمعنا من غير ميعاد، وانه هيحصل بينا شيء ما كانش عن بالي. في دي عندك حق. جميل حياتي انت ممنوع اللمس والاقتراب. بعدين مفيش فرق ما بين الرغبه والحب. لا بالعكس بقى، ده فرق كبير قوي. نرمين انا هتجوزك. اذا كان كده بقى يبقى انت ماشي في الطريق السليم. طب انت بقى موافقه؟ مش هقدر ارد عليك دلوقتي، سيبني شويه احسن. ليه بس؟ لانه يبقى تسرب زي ما انت تسرعت في طلبك ده. انا مش عارف انت بتجيبي الكلام ده منين؟ من عينيك. ده انت صعبه قوي. صادق يا عصام، قلت لك ما تستعجلش، انت دايما بتحكم عليا كده. قلت لك خلي الايام والظروف هي اللي تحدد مصيرنا. نفسي اعرف الظروف دي هتنتهي على ايه. قلت لك ما تستعجلش. باي. طب هشوفك ازاي؟ كالعاده هتصل بيك التليفون. باي. كونك انك تحط نفسك في سكه عصام يبقى في العدد المر. بس هي دي اللعبه اللي لازم تتلعب عشان انتقم لشرف اختي. بس انا خايف عليك. ما تخافش عليا يا حسن. المهم انت عملت معاهم ايه؟ معادي مع زاهر بعد بكره. اشك انهم هيدوك حقك، دول عندهم اوراق يثبت ان ابوك ما تجيبلهم. مزوره، ولو ما دفعش يبقى بينه وبين المحاكم. حد دخل نفسك في متاهات ملهاش اول ولا اخر، وفي النهايه برضو مش هتقدر تاخد حقك. في الحاله دي هخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه انه ياكل حقي. تجيني انتي ازاي تيجي تطلبي مني حاجه زي دي؟ مش حضرتك دكتورة، أبوس إيدك أرجوك تساعديني. أساعدك في جريمة؟ ده شرطه عشان يتجوزني. زاهر لو هيتجوزك بصحيح كان حافظ عليك وعلى بطنك. زاهر مش هيتجوزك، أنت لازم تبلغي البوليس وتثبتي حقك. صدقيني القانون هيبقى في صفك. والفضيحة، ما هو يمكن يا دكتورة تكون نيته سليمة. والله أنت اللي على نياتك. اسمعي يا بوسينة، أنت تروحي تقابليه وتقولي له إنك مش موافقة على طلبه. وافق اتجوزك يبقى يا دار ما دخلك شر، ما وافقش يبقى لازم تبلغي. بقى كده يا بوسينه؟ ايوه. وماله؟ على فكره احنا كنا هنغلط غلطه كبيره قوي، مش معقول الواحد يقتل ضناه بايديه. حرام يا ناس. خلاص ما تنزلهوش يا بوسينه، خليه. يعني هتتجوزني؟ طبعا. امتى؟
اصحى يا صاحب. ايه السرحان ده؟ في اجواء جديده ولا ايه؟ في يا غاهر في جو، انما ايه؟ يهبل. ايوه حبيبي، بس اوعى تتدبس وتكتب عرفي. بيني وبينك ده انا ممكن اتدبس المره دي قوي، ومش عرفي كمان، رسمي. الله، ده انت في الغريب بقى. عملت ايه يا سعداوي؟ ارتاح يا باشا. مين ارتاح؟ البيت وابنها ريحته. انت مجنون يا سعداوي، انا ايه اللي غزه بطن البيت تنزل العيل تنزلهم الاثنين؟ معلش يا باشا، كل واحد بياخد نصيبه. انا سيبها دلوقتي بين الحياه والموت. لا حول ولا قوه الا بالله. بوسينه بين الحياه والموت. يلا زيادة الخير خيرين. مسكينة حسينة. بشوف اختي وهي بتتقطع قدامي ببقى عايزه اقطع عصام ده مليون الف حته. ان شاء الله ان شاء الله ده هيتحقق. انا اسفه اسفه قوي يا حسن، زودت مواجعك، بس اعمل ايه؟ اهو اديني بحط همي على همك. انا مش قادر انساها، كل ما بفتكر وهي بتموت بين ايديا بحس بنار جوايا، واللي بيزود النار دي انها قالت لي سامحني، انا سبتك غصب عني. وما قالتلكش السبب؟ الموت كان اسرع، ما لحقتش تتكلم. الله يرحمها. هي ما قالتلكيش اي حاجه لما كنت بتشوفيها؟ ما قالتلكيش ليه سابتني؟ ما قالتلكيش ليه بعدت عني؟ ما قالتلكيش ليه فضلت زاهر عليا؟ قول لي يا سعداوي، ايه اخبار الحاج حسين؟ هيطعن بالتزوير يا باشا في العقود اللي عملناها. يطعن؟ يبقى فيها محكمه. ابتدائي واستئناف ونقد يكون مات، وورشه النجاره بتاع الحاج حسين تبقى سوبر ماركت. اضحك عليها. هلا هلا يا حسن. انا عرفت كل حاجة يا زاهر. ايه مالك حسن؟ بقولك ايه حسن، احنا عاوزين نفضل حبايب على طول، بلاش نطول على بعض. حسن ايه
حبايب يا زاهر. الرجالة حبايب. وصلت يا باشا. الرجالة وصلت. الله عليك. راجع لك تاني. بيت على الناس يجنن يهبل يا انما ما قلتليش ايه بقى اللي اخرك عني النهارده؟ في الحقيقه شويه قلق عندنا في الشغل. وده برضه ياخرك عني؟ لا طبعا والله غصب عني، لانه حادثه كده منتهى بموت. موت؟ موت مين؟ بنت بتشتغل عندنا اسمها ابو زينب. بس بلاش بقى الكلام اللي ما يودي ولا يجيب ده، يعني حاجات كده خلينا في الفرفشه والحاجات الحلوه. يا ريت. تحب تسمع مزيكا؟ يا ريت يا عسل. مزيكا عسل ولا مزيكا ايه؟ لا عسل. الفيلا ملكك يا جميل. وصاحب الفيلا كده. بس يا حبيبي. يلا شويه مزيكا عسل. مزيكا انما حاجات نهاوه. ازيك يا خدم حسن؟ تسلم يا ابني. اصل سي حسن. مالو يا ابني خير في حاجه؟ لا خير، هو في النادي اصلا. ما انا عارفه يا ابني. هو بعتنا لحضرتك عشان عاوز غيار نظيف. ايه؟ حاضر يا ابني من عليا الاثنين. تسلم. دقيقه واحده. اتفضلي يا حاج. ايه
فين؟ الغيارات يا ابني. انت عارفه يا امي ان انا عمري لا بحب استعمل دراعي ولا بحب العنف، لان العنف عمره ما حل مشكله. انا بحب كلمه الحق والكلمه الحلوه، بس الظاهر ما بقالهمش قيمه اليومين دول. ايوه يا ابني من الحق يا حسن، النهارده جه واحد من النادي بيقول انت بعت عشان ياخدك غيار، على ما دخلت اجيب له الغيار وخرجت ما لقيتوش. واحد مين؟ انا اللي بعت حد ولا قلت لحد يجيب لي حد؟ ايه يا ساتر يا رب، مين اللي بخبط؟ خليك مرتاح. ايوه انت حسن عبد الفتاح؟ ايوه يا فندم. اي خدمه؟ انا الرائد محمد حموده. اتفضل يا فندم اتفضل. خير يا فندم؟ في حاجه؟ احنا معانا امر بالتفتيش. تفتيش ايه يا ابني؟ تفتيش ايه؟ افهم يا فندم، في ايه؟ دلوقتي نشوف. ريحني يا ابني، الهي ربنا يريح قلبك. تفتيش ايه بس؟ تطمني يا حاجه. الله، تطمن ازاي وكل ده بيحصل؟ اكيد يا فندم فيه سوء تفاهم. نتمنى يا رب. هو ايه؟ تمام يا فندم، ما لناش حاجه. مفيش حاجه يا فندم، استنوني بره. الحمد لله، مش قلت لحضرتك اكيد فيه سوء تفاهم؟ متاسفين. ايه؟ سلام يا فندم. هشيش يا حسن. يا لهوي، كويس قوي اللي اتخلصنا من اللي اسمه حسن ده. حسن ايه وبتاع ايه؟ مالي انا بالمسائل دي؟ على نرمين. نرمين؟ تقوم تقول لي حسن. يا عم نرمين مين؟ انت تعرف غير اسمها؟ الله، تعرف امها مين؟ ابوها مين؟ عمها مين؟ تعرف ماضيها شكله ايه؟ يا زاهر انا ما يهمنيش ماضيها، انا كل اللي يهمني حياتها من يوم ما عرفتها. واضح يا عصام ان اللي اسمها نرمين دي انت واقف حبها لشوشتك. فعلا بحبها بشكل زاهر. بقولك ايه، مفيش واحدة في العالم تستاهل حب راجل. لا بقى، لو شفتها هتغير رأيك فيها. كده ابقى هشوفها. حسن بريء، صدقني يا حسن بريء، واكيد المخدرات دي في حد حطها له، وحضرتك محامي وعارف ان الحاجات دي ممكن تحصل. حتى لو فرض ان المعمل الجنائي اثبت وجود البصمة دي، ده مش معناه براءة حسن. وكمان مين هو صاحب البصمة دي؟ اكيد واحد من بلطجية زاهر. اكيد يا نرمين، انا بحبك، بحبك بكل قلبي. عصام، اذا كنت حبيتني زي ما بتقول فده مش معناني اوافق لمجرد انك حبيتني. وهو في اكتر من اني احبك علشان توافقي؟ ان انا كمان احبك، وده لسه ما حصلش. افهم من كلامك ده انك بترفضيني؟ انا مرفضتكش يا عصام، انا كل اللي بطلبه منك فرصة وقت عشان اقدر احس اذا كنت انا كمان بحبك ولا لا. بعدين بصراحة بقى انا خايفة. خايفة من ايه بس؟ خايفة مني انا؟ خايفة يعني اكون مجرد واحدة بتتسلى بيها. اتسلى؟ اتسلى معاك ازاي وانا بحبك اكتر من اي حد تاني في الوجود؟ انت مش حاسة بيا يا نرمين؟ ده انا كل ما ابص في عينيكي بنسى الدنيا باللي فيها. بحبك يا نرمين من كل قلبي، والدليل على كده اني جاي النهارده علشان احدد معاكي ميعاد جوازنا. ده انا حتى طلبت من زاهر ابن خالي انه يجي ويتعرف بيكي. زاهر؟ ايوه زاهر. ليه مالك مخضوضه كده ليه؟ ده ابن خالي ومربيني وهيجي دلوقتي عشان يتعرف عليكي. ارجوك اعتذر. طب ليه؟ طب بس اجل الميعاد لوقت تاني.
ما اقدرش اجله، ده انا طلبت له تليفون من 5 دقايق قالوا لي نازل زمانه على وصول دلوقتي. ارجوك يا عصام، حتى عبار ما افكر اذا كنت انا يعني هقدر اتجوزك ولا لا. ارجوك. زاهر هيزعل لو جه ما لقيتش، بس اللي اهم من كده انا كمان هزعل. طب دقيقه واحده بقى اتصل بالتليفون اعتذر للمشوار اللي كنت رايحه له. حبيبتي ما تاخريش عليا. حاضر. امال هي فين ست الحسن والجمال اللي كانت عقلك؟ اه يا اخويا بس لما تشوفها امسك اعصابك، زمانها جايه دلوقتي حتى شنطتها ايه؟ كل حاجه كده الصبح. طيب قهوه مظبوط؟ قهوه مظبوط، اشرب قهوه على الصبح. جيب لي واحد ويسكي مضروب اتول بيه. يا متر متر ايه ده ملي؟ استهاني حضرتك نسيت شنطتك على الترابيزه. هم مشوا؟ هم في الحقيقه كانوا منتظريني، انا قلت لهم حضرتك ركبت عربيتك ومشيتي. متشكره قوي. شكرا. الو؟ ايوه. انا زاهر. لا موجود. مين سعادتك؟ نرمين؟ اهلا اهلا. على فكره انا زعلان منك قوي. لا عشان مشيتي قبل ما اجي. لا مش وقت عتاب. لا 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 بعدين نتعاتب. عصام معاكي. عصام مين؟ انا مين؟ والله الو. ايه يا حبيبتي؟ ايوه ما انا سبت لك الشنطه مع السفراجي قبل ما امشي انا وزاه. وصلتك الحمد لله. طب كويس. نفسي افهم حاجه بقى، ايه اللي خلاكي تختفي مره واحده كده؟ انا بكلمك يا عصام عشان اقول لك ان انا فكرت في موضوع الجواز ووافقت. وعلى فكرة انا عايزة اقابلك الليلة. تحب فين؟ عندك؟ اعرفك كويس، ما تخافش هقعد معاك مدة طويلة قوي. انا وانت، انا وانت وبس. وعلى فكرة محضرة لك مفاجأة كبيرة قوي. لا متبقاش مفاجأة بقى لو قلتها لك. متخافش مش هتأخر عليك. وحب أقول لك لما قابلك أنا سبت الكاسون دي ومشيت. هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله خير. حاضر حاضر. انت هنمشي يا حسن. ليه يا حسن؟ اسكتوا اسماعيل. ليه يا ابني؟ ليه تهرب؟ ليه يا حسن؟ ايوه تهرب. ليه؟ ايوه هربت. هربت. اسمعيني بقى من معروف، مين اللي جه سأل عليا هنا وقال انه تبعي؟ معرفوش. اعملي معروف ياما مفيش وقت. قولي له هو مين. اقولك هو مين ولا اعرفه هو مين عشان اقولك. افتكري عشان خاطر افتكري. ها؟ لا يا حسن. شكله ايه؟ شكله يا حسن. افتكرت يا حسن. وشه في حسن. حسن. يبقى هو مفيش غيره. البوليس. البوليس يا عم. البوليس. هو فين؟ هو مين؟ قول لنا هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ لا هو مين يا ابني؟ هو مين؟ هو مين؟ احنا عارفين ان هو هنا. لا هو هو مين هنا؟ هو مين؟
عليك وانا بعد ما اخلص ان شاء الله. عندي مأمورية صغيرة كده اخلصها. يلا بقى يا سحور. باي. مين اللي قتل بوسينة يا سعداوي؟ اهلا يا ابو علي. هي وحشتك؟ انا هبعتك بقى ايه عشان تشوفها. ها؟ ها؟ مين اللي قتل بصير يا سعداوي؟ انا ابو علي. انا زي اللي قال لي تاني. ايوه بس قال لي ما تقولش وقال لي احط لك الحشيش وقال لي برضه ما تقولش وبيقول انه راح امريكا وقال لي ما تقولش وهو ما راحش. راح المطار ورجعوه بتاشيره مضروبه ما يروحش زي يا كابتن. الورق بتاعك يا كابتن كمان في الخزنه الحديد هي معيش مفاتيح بس انت تفتحها. قلت لك خليه لسه بيرغي. خليه خلص نجيب التعميله اللي معايا اصلنا براحته. ايه ده يا سحور اللي عامل فيك كده؟ هاي حبيبتي. اتفرج عليك يا ولد. ايه ده؟ 10 دقايق بس. لا ده مش 10 دقايق، 10 سنين. هعوضهم بس يا نزلني والله ما دوك يا عصام. لازم اجننك. نزلني بقى. خلص عليك يا عصام. انت واخد عينين يا عصام. Thank you.
فاكر نفسك ذكيه قوي. زاهر اتعرف على صورتك من البطاقه اللي جوه شنطتك، وبعدين لقينا ازازه السم من هاتك وبدلناها بسكر مطحون. ليه؟ عشان انتقم لاختي. انا ما تربطهاش على ايدها، دي كانت بتيجي هناك مزاجها. انت ضيعت مستقبلها، ده ما طول عيش شبابها. انت معلش يا ابني، مش انت هتصدق؟ عايزه تقتليني؟ تسميني؟ ليه؟ ده انا حبيتك اكتر من اي مخلوق في الدنيا، ده انا كنت بحكم بيك وبتنفس امي. ده انت بالنسبه لي انت عارفه ايه؟ عصام عصام، انا اللي ربيتك وانا اللي قتلتك. عصام عصام.